إنهم جزء مما يقارب 60,000 على مستوى الجمهورية، وأعمارهم كما تحكي الصورة ممن أعياه الزمن للبحث عن وظيفة. الموظفون الجدد هكذا يطلقون على أنفسهم، وهم كانوا ضمن إفرازات نظام صالح المنتهي، جاءوا إلى أمام الديوان العام لوزارة الخدمة المدنية للمطالبة بمستحقاتهم. إحنا أنا متواجدين اليوم باب الخدمة المدنية بنطالب بحقوقنا. اليوم عام من حين نزلت الدرجات الوظيفية، لا رواتب لا توزيع، ومن شهر لا شهر، وهم بيأجلون على أساس أن يوصلونا من العام 2011 إلى أن وصلنا إلى العام 2012 على أساس الميزانية، من باب الخدمة لا باب المالية لا باب مجلس النواب. إذن هم يريدون حقهم في الحصول على رواتبهم، لكن البعض يقول أنهم نتاج ورقة استخدمها النظام السابق مع اندلاع ثورة التغيير الشعبية لغرض تهدئة ما يمكن تهدئته، وإذا لم يكن فهم سيكونون عبئا على من سيقود المرحلة الانتقالية، وهو الشيء الذي لم يغفل من قبل هؤلاء. نحن الآن نشكل كتلة ضغط هذه الموظفين الجدد في الجمهورية كامل، ونحن الآن لن نسيرها حسب ما كان يريد النظام السابق، ولكن إننا سنحولها بإذن الله لمصلحة الوطن. نحن سنضغط بكل قوانا على أساس حصولنا بحقوقنا الشرعية، ولابد أن نساهم وندلو بدلونا أيضا لمصلحة الوطن، وكذلك نحن سنسعي مع حكومة الوفاق أيضا للمضي قدما. ورغم ذلك فإنهم مصرون على مطالبهم العادلة كما يقولون، وصرف رواتبهم بأثر رجعي حسب وعود وزير الخدمة المدنية لهم. مطلبنا الوحيد هو تسليم رواتبنا. كل ساعة بيجيبوا لنا خبر، ساعة يقولوا لنا بنستلم من أول شهر واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وساعة يقولوا لنا بس شهر أربعة، وساعة يقولوا لنا ما فيش أساسا رواتب. والخبر النهائي اللي وصلنا للحين إنه الفتاوى أساسا ما نزلتش لا دالحين لوزارة المالية، ونتصل لوزارة المالية يقولوا لنا إحنا بنشتغل على الكشوفات وإن شاء الله نهاية الشهر هذا عتستلمه، واللي هم المسؤولين الكبار بيقولوا لنا لا دالحين ما نزلتش الفتاوى لوزارة الخدمة المدنية. يعني كل واحد بيدي لنا خبر، من فين نصدق؟ نصدق من ولا مين؟ وعود تجد أثرها على أرض الواقع، لا تراكمات تضع حكومة الوفاق أمام إحراجات لا تحصى، ولعل الشيء الوحيد كما يقول البعض هي الشفافية للحيلولة دون إلقاء اللوم عليهم. هكذا يرى هؤلاء الشباب طريقة جديدة للتعبير عن بناء يمين جديد. لون شارعك وامرح، واجعل قلبك ينبض حبا للوطن. من هذا المنطلق وبهذا المنطق، تحت راية حب الوطن شرع مجموعة من شباب التغيير لتلوين الشارع الذي يمر بجواره مئات الآلاف من اليمنيين ومن أهالي الشهداء وجرح الثورة الذين اغتالتهم قوات عائلة صالح إثر المطالبة بترحيله. فهنا في شارع الستين صلى الكثير منهم جمعة تلو جمعة، ومن على هذا الجسر شيعت جثامين الشهداء، ولعل الهدف الأكبر من هذه الرسوم والكتابات الوطنية هي التذكير بمطلب الشهداء لبناء يمن جديد دون الالتفات إلى الماضي وآلامه. فكرة الحملة بدأت بعد الضرب والأحداث اللي حدثت في اليمن وخصوصا في صنعاء، بدأها مراد سبيع وفكر أنه ينزل في المناطق اللي شهدت الموت والرصاص ويحولها ويحييها عبر اللون. الفكرة هي فكرة مشتركة، والبرنامج هذا عن تزيين شارع ومظهر حلو للشارع، يعني في كثير من الناس يعني حتى يشوفون يرسموا يوقفون معانا ويرسموا عادي طبيعي يشتركوا معانا، فالفكرة هذه والله عجبت ناس كثير يعني بشكل عام. يعني شباب وفتيات وأطفال وصحفيون ورجال من الجيش المنضمين للثورة، جميعهم استوقفتهم هذه الفكرة وحملوا فرشات التلوين وأقلام الرسم بدلا عن البندقية والصاروخ، مستمتعين بالرسم غير متجاهلين حماية الوطن. احنا الآن نقوم بالرسم ما يعبر في أنفسنا عن سلام وعن حب الوطن، ونريد من وهدفنا من الرسم هذا هو ايش؟ تشتيت او يعني ابعاد تفكير المواطن عن الحالة المأساوية التي يعيشها الوطن من الآن في الوقت الراهن، وتشتيت بالرسم هذا والسلام الذي ايش يعم اليمن. فنحن نرسم وقت السلام وفي إعمار الوطن، ووقت ما يطلب مننا دفاعا عن الوطن احنا لا نبخل عن وطننا حتى بأرواحنا وأنفسنا. إن كان هؤلاء يرسمون صورة جديدة لليمن بأحبار الأقلام، فإن الشهداء قد لونوا تاريخنا بدمائهم التي ستظل عالقة في مخيلاتنا وقد وثقتها العقول والقلوب. في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،
تجمع طلاب جامعة عمران هنا في ساحة الحرية أمام مبنى حكومة الوفاق للمطالبة بجرعة إسعافية للتعليم الذي يحتضر في جامعتهم كما تروي الصورة. هؤلاء جميعا قدموا من محافظة عمران عازمين على خلع المفسدين فيها الذين أودوا بالعملية التعليمية وأحالوها إلى جحيم. نحن هنا جينا إلى هنا إلى مقر رئاسة الوزراء لنعبر عن الألم وشعور الطلاب، يعني في معانا كبير الآن، كل الجامعات درست وما زالت جامعات عمران معلق، ما نعرف ما هو السبب، يعني النتائج مؤخرة، الموظفين مضروبين، الدكاترة غير موجودين. فمعاناة التعليم في اليمن تتدرج حسب أولوياته من التعليم الابتدائي وحتى الثانوي، وها هو يسبب صرخة قوية للطلاب الملتحقين بالجامعات لصناعة جيل واعي وكنس الفساد إلى مزبلة التاريخ. طلاب جامعة عمران وبالأخص طلاب كلية التربية والألسن عمران نطالب دولة رئيس الوزراء بدل ما ينظف الشوارع أن ينظف المؤسسات الحكومية من الفاسدين الذين لعبوا بمقدرات الدولة ومقدرات هذا الوطن الغالي علينا، كما ندعوه بإقالة رئيس جامعة عمران وعميد كلية التربية والألسن. إنهم يحاولون لا أكثر، لكن الموقف يوحي بأن محاولتهم هذه ستؤتي ثمارها عما قريب، أسوة بكل المؤسسات التي تعافت من أورامها الخبيثة وعادت لخدمة الوطن مستفيدة من ثورة التغيير الشعبية. فإدحان يمن شباب.